بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ سامي الكرمي من المدارس الفلسطينية في دولة قطر. اليوم سنبدأ بالفصل الثالث بعنوان الثقافة الدوائية للصف الحادي عشر الأدبي لكتاب الثقافة العلمية. في هذا الفصل سنستطيع أن نتعرف إلى أهمية النشرات المرفقة مع الأدوية عملياً، أن نبين طرق حفظ الأدوية على اختلاف أنواعها، أن نتبع سلوكيات صحيحة في التعامل مع الأدوية. بداية، نحن نعلم أن الدواء هو مادة تعطى للإنسان أو الحيوان أو النبات بهدف الوقاية من الأمراض، علاج الأمراض أو تسكين الآلام. ولكن عندما يتناول أي شخص الدواء، هل كمية الدواء جميعها يحتاجها هذا الجسم أم أن جزء منها يتخلص منه؟ نعم، جزء من هذا الدواء على اختلاف أشكاله يستفيد منه الجسم للعلاج والوقاية والتسكين. أما ما تبقى من هذا الدواء، يعمل الجسم على تخفيف سميته وتحويله بواسطة الكبد في داخل الكبد بواسطة إنزيمات خاصة، وإخراجه خارج الجسم عن طريق الجهاز الهضمي أو التنفسي أو البولي أو عن طريق الجلد بواسطة التعرق. لكل دواء أثر جانبية، والأثر الجانبي هي الأعراض المصاحبة للدواء التي يشعر بها المريض، عادة ما تكون مزعجة. بعض هذه الأعراض تكون بسيطة كالصداع أو الاضطرابات الهضمية، وبعضها قد تكون شديدة كالحساسية المفرطة وضيق التنفس. هنا يجب على المريض أن يوقف الدواء وأن يتوجه إلى الطبيب لحل مشكلته. عند إعطاء الدواء من قبل الطبيب، يخبر المريض أن لا يتناول معه بعض أنواع الأدوية، لأنه قد ينتج تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تكوين السموم بالجسم، أو قد تبطل هذه الأدوية مفعول بعضها. وبالتالي الأثار الجانبية من المهم أن يتعرف إليها المريض قبل تناول الدواء. لماذا؟ لكي يكون على دراية بكل الأعراض التي قد يشعر بها، ويعلم أن السبب وراء ذلك هو الدواء وليس أي سبب آخر. هنا لدينا مجموعة من الإرشادات والتعليمات الطبية العامة، أي أنها لجميع أنواع الأدوية يجب على المريض أن يلتزم بها. هذه التعليمات تساعد في شفاء المريض وتجنبه الآثار السلبية الجانبية التي تكلمنا عنها قبل قليل. من هذه الإرشادات الهامة: تجنب إعطاء الدواء للأطفال إلا بعد استشارة الطبيب، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة. لماذا؟ لأن الأطفال في عمر أقل من سنة تكون الكبد والكلى غير مكتمل نموهما بعد، وبالتالي تناول الدواء يبقى جزء من هذا الدواء في جسم الطفل ولا يخرج إلى خارجه، وبالتالي تخفيف السمية يكون كفاءته أقل، وبالتالي قد يضر الطفل بدلا من القضاء على المرض أو معالجته. 2. حفظ الدواء في عبوته الأصلية وعدم إزالة الملصق المكتوب عليه اسم الدواء. لماذا؟ لأن بعض كبار السن يقومون بهذا التصرف بالطبع، يزيلون اسم الدواء أو علبة الدواء يتخلص منها، فتبقى لديه الإرشادات الطبية أو النشرة المرفقة يتخلص منها، فتبقى فقط علبة الدواء أو مجموعة من الحبوب أو الكبسولات. هذا يؤدي إلى أن قد يستخدم الشخص الدواء الخاطئ، وبالتالي قد يفاقم المرض أو ينتج مرض جديد لا قدر الله، أو يتضارب بعض الأدوية مع بعضها البعض. إذن حفظ الدواء في عبوته الأصلية من أهم النقاط. 3. غلق غطاء زجاجة الدواء جيدا بعد تناوله. هذا له أسباب عدة، أهمها أن يمنع تلوث الدواء، ولا قدر الله إن كان هنالك أطفال في المكان قد يؤدي ذلك إلى أن يتناولوا هذا الدواء وقد يحدث لديهم تسمم، وبالتالي غلق زجاجة الدواء هو مهم للكبار وللصغار أيضا. 4. تناول الدواء حسب إرشادات الطبيب. يقوم الطبيب عادة بإعطاء مجموعة من الإرشادات والتعليمات الخاصة بكل دواء. هذه إرشادات عامة، ولكن يوجد إرشادات خاصة يجب على المريض أن يتبعها حينما يخبره بها إما الطبيب أو الصيدلي. وهذه بالنسبة للإرشادات العامة، وسنتكلم بإذن الله عن الباقي بالحصة القادمة.